صبحكم الله بالخيرات. بداية اليوم الرابع ان شاء الله طالعين على مدينة اسمها جاسبر. هنبدأ بقى ندخل في مرحلة تانية مختلفة عن ألعاب ومولات ومش عارف فيه. هندخل في الطبيعة والجبال وي 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 وي. فخلينا نشوف كده، هنشوف مع بعض. يلا الطريق هياخد له 4 ساعات، وبعدين ان شاء الله نوصل هناك لجاسبر. وصلنا جاسبر خلاص، نشوف بقى جوا فيها ايه. في الطريق الى السكاي ترام اللي هو التلفريك هنا في جاسبر. شكله في حد حسدنا ولا ايه؟ يا دوب نزلنا المطر ما شاء الله تبارك الله، مطر جديد. ما لحقناش حتى نروح نتمشى في المنطقة الجبلية اللي ورا دي. جاسبر من فوق هو احنا اول ما نطلع من الترام يعني بتشوف المنظر ده قدامك، وبعدين ممكن تمشي شايفين لغاية أعلى الجبل هناك. اللي حابب بقى يمشي، بس بصراحة الهواء شديد. أنا ما عملتش حسابي، ما بديش جاكيت، والمطر دلوقتي بينزل برضه ما عملناش حسابنا. وبرضه إني أطلع ده كله على الفاضي كده، المنظر مش عارف، أنا مش جاي أطلع جبل يعني. اللي في بانف أحسن من كده بكتير صراحة. رحنا بكرة بام، إن شاء الله طلعنا كمان هوريكم إياه. ده المبنى اللي هو ما نطلع بنطلع منه، المبنى اللي هناك ده، ونمشي من الحته دي كلها بقى. اللي عايز يطلع ويتمشى زي ما هو عايز. الناس يعني ضحكوا عليا لغايه لما قالوا بس انا الوحيد اللي نصكم شورت يعني، وكله يعني لابس ومتكل. هو برد صحيح مش هكذب، لكنه قدرنا نتجاوزها. خلاص هنزل خلاص. احنا كنا فوق هناك اعتقد 1000 قدم من هنا يعني، ونزلنا بقى الداون تاون. نزلنا الداون تاون بتاع جاسبر،
نشوف المحلات اللي هنا والدنيا. الشارع ده كله محلات ومطاعم وهدايا. عندهم برضو مكاتب سياحية تاخدك تقول لك نوديك مش عارف فين ولا فين ولا فين. Yes, I have an idea. What is it, Dr. Smart? Oh, so smart. It's amazing. Yeah, we can go out of the lab and go for a field trip. Oh, you're very smart, Dr. Smart. I know. All right. So we will be going to 5 very different locations around the park to meet our feathered friends. Yeah. We need a flight attendant. Mm-hmm. On a besoin de vous ici. Come and sit down on the net. One, two, one, one. I had 3 babies when I left. وخلصنا اليوم. ده اليوم الرابع خلصناه خلاص. جاسبر زي ما شفتوا اللفة هي. رجعنا ننام في مدينة اسمها هينتون. يعني بتكون أرخص شوية من الفنادق اللي موجودة في جاسبر. وبعدين هنطلق بكرة إن شاء الله على ليك لويس وعلى بامف. هذه المنطقتين بتاعت بكرة إن شاء الله. فتابعونا وخلوكم معنا وإن شاء الله تكونوا مستمتعين. في أمان الله ونراكم غدا على خير.